اليوم نحكيو على آفة المخدرات، الخطر هذية الداهم والمحدق بشبابنا وبأولادنا، وخاصة التلامذة والطلاب اللي راجعين إن شاء الله في عودة مدرسية قريبة وقريبة جدا. اليوم نحكيو على كمية كبيرة من المخدرات تحجزها الوحدات الأمنية بسوسة، حسب بلاغ أصدرته وزارة الداخلية تقول فيه أنه تم حجز 37,700 حبة مخدر من نوع إكستازي، وأيضا أكثر من 67,000 دينار يعني 67 مليون، ومعها 17 صفيحة قنب هندي. كي تسمع الأرقام هذه تاع المخدرات، طبعا هذا في عملية برك، ما نحكيوش على عمليات أخرى، شنو تقول؟ نقول اللي الله لك كان سبب، نقول اللي معناها عصابات قاعدة تستثمر بالشيء هذا، وهذا تحكي لي أنت أختي، هذا راهو هذا نقطة في بحر، معناها ما خفيها كان أعظم. معناها ناس ولات تاجر بالمخدرات وتاجر بالكوكايين وتاجر بالزطلة وبالحرابش، معناها ولات مربوح ولا مربوح، معناها فلوس سهلة، وناس لقات فيها الفلوس ولا تخدم فيها. أما هذا معناها موجود أختي راهو بارتو. يقولوا 37,700 حبة مخدر إكستازي، ونعرفوا خطورة المادة هذه. شوية هذا 37,000 شوية، هي كعبة تعب ألوفات تدخل، ألوفات. ثم عباد يضحي ب 37,000 باش يدخل لك مليون، يقول لك خلت تشد لي 37,000 تو ندخل من هنا مليون، ويعملوا كيكة. معناها الناس هذوما راهو يعرفوا شو يعملوا، هذوما الناس المهربين والناس هذوما والناس اللي تعرف ب 13 مليار و 12 مليار، معناها يعرفوا شو يعملوا. وش انا ولدي هذوما 37,000 عندهم هما روحيه بره، 37,000 اختي هذوما تعرف شنو هذوما باش يسكتوا بهم حاجه، معناها عندهم حاجه يسكتوا بها باش من بعد تدخل للسلعه الاخرى والحكايه الاخرى، معناها ما خافيه كان اعظم. 37,000 هذوما حكايه بره اختي، هذوما يجيبهم واحد في ساك ولا بحاجه، فهمت؟ ما موجود اختي الاكستازي والدروغ والكوكايين، دي تو في الحوامة تتباع كوكا، في الحوامة في البلاد العربية تتباع كوكا، كل حومة فيها ثلاثة أربعة بياع. أبار الكميات اللي قاعدة تتشد. يا بنتي، ديالا تشد، قلت لك حكاية فارغة، 10% تتشد و 90% قاعدة تتباع. قلت لك كل حومة فيها ثلاثة أربعة بياع. من المسؤول على اللي صاير هذا الكل حسب رأيك؟ الدولة التونسية. الامن قاعد يقوموا بواجبه، قاعدين يحبطوا في عمليات كبيره تقريبا بشكل يومي، معناها بشكل يومي فما 90% 95% قاعد يخدم، الدوله قاعد تخدم، الداخليه قاعد تخدم، فما 5% اختي مش قاعد تخدم، كيفاش تدخل؟ الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. صحيح، قلت لك فما 95% 90% قاعدين يخدموا، وفما اختي زاد ناس بارونات كبار، ناس تعامل كبار، سي فلان وفلتان وعلان وكذا وبرا تلقى كذا، موجود الشيء هذا. قلت لك في الحوم الكوكايين تتباع كوكايين في حومة تلقى ثلاثة أربعة بياع، ما يعرفوش هذاك إش كان قبل كيفاش ولا يلبس توا سبادري ب 700,000 وموتور ب 7 ملايين وموتور ب 10 ملايين وكهرباء ب 50 مليون، البارح بطل ما عندوش حق قهوة، يعرفوا عاش أختي. فما ناس تعرف، فما ناس قلت لك مازالت فما ناس مسلمة بها، فما من شوية شوية من الحنة وشوية مرتبط لدين. طبعا حسب البلاغ نتاع وزارة الداخلية تقول أنه الزوز أنفار هذوما اللي شدوهم وعندهم الكميات الكبيرة نتاع المخدرات هذه كانوا ينويوا أنهم باش يبيعوها في الوسط المدرسي وبين الطلاب. اليوم ترى انه يعني شبابنا خاصه التلامذة نتاعنا مستهدفين بالمخدرات؟ الشباب ده مستهدف، وانا ولادي يقراوا زاد راهو، ونشوف ونراقب في ولادي ونشوف هما تو يحبوا يبازيو على الشباب، فهمني؟ لانه شباب ضايع، شباب زيرو مخه معناه صفر، هما مراهنين على الشباب باش يبيعوا لهم وباش كذا وباش يعملوا بل بلا ويعملوا كذا، وصغار يعملوا طايشين يخدموا. انا نجد وزير الداخليه وسيد الرئيس قيس سعيد تركيز تام للمدارس والمعاهد، دوريات معناها متعاقبه وكذا، وان شاء الله اولاد وليداتنا، خاطر الخدمه مع الشباب راهو مش باش يبيع لي انا ابو عائله باش ناخذ من عنده انا كعب اكستازي ولا طرف زطله، يخدموا على الشباب تاع 15 و12 و10 و17 و16 و14 يخدموا عليهم هم. واذا كان تخلف المعمعة هذيك ما عادش يبطلها، يولي شو يولي؟ يولي كل يوم صحيح عنده، يولي كل يوم ويومه، يولي يسرق، يولي يخطف، يولي البراكي، يولي كذا باش يشري الماده هذيك، باش هو سوا ديزون باش يشيخ، باش من بعد يقتل امه ويقتل بوه ويقتل خاله ويدغر عمه، هذوما هما اللي معناها هذوما وين يوصلوا، فهمتني؟ ويضرب المعلم تاعه ويضرب استاذه، هذا وين توصل. ذكروا انه عم ناول في السنه الدراسيه الفارطه صارت العديد من الحوادث في الاطار هذايا، وشدوا حتى حماصه يبيعوا في المواد المخدره، وشدوا برشا ناس محيطين بالوسط المدرسي وقدام الليسيات ويبيعوا. اختي موجود يبيعوا، شوف الحماصه والمحيطين حصيروا بالمدرسه كل والعطاره، شنو هي كعبه ورقه يبيع فيها حماس يا رسول الله؟ تقول لي انت حماس اي حماس، حماس بعدين كل اعطيني كعبه ورقه تبيع لك ورقه مش عم بها، مش جايبها زبط.
معناها موجود اختي، موجود الشيء هذا موجود. ودك شويه خدمه من الامن، شويه معناها يلزم الامن يتحرك شويه، فهمتني، باش ينقذوا وليداتنا، خاطر توا مبازين الناس هذوما تبازي على الشباب. الشباب شو يعمل لك؟ ياخذ كعبه اليوم، غدوا كعبه، بعد غدوا يشد الموقع ولا يلزم ياخذ بالسيف. يقول لك اليوم صحيح عنده، يولي ماذا بيه يشري، يولي يسرق امه، يسرق ذهبها ويسرق لها فلوسها ويضرب وكذا ويبركيك انت يفك لك تليفوني انا باش يشري الحكايه هذيك. والله يا اختي ايش نقول لك؟ ان شاء الله ربي يهدي وان شاء الله ربي يصلح راي الامن، فهمتني، ولا ويقوم بواجبه، فهمتني، وكل شيء. هلا غالب اختي ما ثماش يعني كما نقولوا فيها يعني الناس الدنيا يعني تسيبت، والامن قد يخدم في خدمته، والولي اللي هذا عنده صغيرات ونصيحة يعني يتلهى بوليداته، فهمتي، ولا ويرد باله عليهم كما يقولوا فيها، ديما ينجو الأوقات اللي يروح فيها، ماذا بيه ديما ما يروحش بكري، ينشد على ولده وينشد على كذا، ديما صغيراته بحذاه، وإن شاء الله أختي ربي يبقي علينا وعليكم الستر. في ظل هالآفة اللي تهدد التلامذة، اللي تهدد الطلاب نتاعنا، يظهر لي أنت كولي اليوم المسؤولية قدامك أكبر، خصوصا وأنه بنتك ماشية للليسي. ما هو يا أختي الغالية، فهمتي، ولي الولي قداش منه؟ منه خدمة، منه كذا، منه كذا، أما بقينا أنه سطر الله وكاو. تخاف كي تسمع الأرقام هذه نتاع المخدرات؟ تخاف، تخاف أختي، تخاف، تخاف. يعني حضرت شي روحك مورالمو والبنتك كيفاش باش توعيها؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا موعينهم وستر الله ستر الله. انه عم ناول في السنه الدراسيه اللي تعديت كانوا شدوا برشا ناس بحضا الليسيات وبحضا المدارس، شدوا ايضا حماصه يبيعوا ويروجوا في المخدرات. يبيعوا ويروجوا، بيعوا موجود، اما شاو الامن ما محسوب كما نقولوا فيه يخدم معايا في خدمته. الامن قاعد يخدم في خدمته وقايم بواجبه. وربي يصلح الراي. اليوم نحكيو على انتشار ظاهرة المخدرات في بلادنا واحنا على بواب عودة مدرسية، ونحكيو على بلاغ أصدرته وزارة الداخلية تحكيت فيه على الوحدات الأمنية في سوسة شدت كميات كبيرة متاع مخدرات، تقريبا 37700 حبة إكستازي، معاهم 17 صفيحة متاع قنب هندي و67 مليون وشوية فلوس. كي تسمع الأرقام هذه، وهذه في عملية برك في جهة برك، ما نحكيوش على عمليات أخرى اللي هي متكررة، شنو تقول مسيو وانت كولي وعندك صغيرات يقراو؟ والله أول حاجة ربي يسترنا من المخدرات هذه، موجودة معناها في البلاد وكثرت برشا وصرتوا في الوسط المدرسي، إن شاء الله ربي يسترنا منها وإن شاء الله ربي يحمي وليدات. أهم معلومة إنه زوز أنفار اللي شادوا عندهم الكمية هذه كانوا ينويوا باش يروجوا الكميات هذه في الوسط المدرسي، يعني تلميذ وتبيع له كعبة إكستازي، إيش قعد فيه؟ بالضبط التلامذة تو كان معناها يتعاطوا في المخدرات، ما عادش يتلهوا لا بالقراية لا يتلهوا بحد شيء، ويفسدوا معناها واتجاهات يمشوا لاتجاهات أخرى لا قدر الله. احنا نجم نقولوا كان إن شاء الله ربي يهدي صغيرات. أما يظهر لي في يعني عودة المدرسية هذه المسؤولية متاعكم أكثر، ما تقتصرش فقط على الكتب والمستلزمات المدرسية، بل يظهر لي فما مسؤولية أخرى ما أكبر اللي هي الرقابة، وما أدراك ما الرقابة؟ أكيد الرقابة هي معناتها تجي في الدور الأول للولي، لازم يراقب ولده ويراقب معناه وين يمشي وين يجي شكون يتبع، هذيك مسؤولية الأولى للولي. المسؤولية الثانية زادة للمدرسة وللمدير والمعلم، لازم يراقب ويعلم وكاو ان شاء الله ربي يحمينا. نذكروا انه عم ناول في السنه الدراسيه اللي تعديت شدوا برشا ناس يعني مروجين تاع مخدرات في المحيط المدرسي، شدوا حتى حماصه ايضا يبيعوا في المخدرات في شكل حلوى وكل شيء. خايف من الحكايه هذوما مسيو؟ اكيد اكيد خايف منهم، اما مع المراقبه سليمه وتربيه سليمه اكيد ان شاء الله ربي يحمي وليداتي وكاو ان شاء الله بقدره ربي. واحد كي يراقب ويربي صغيره على مبادئ صحيحة ويربي على الدين وعلى الإسلام وكل شيء، ما يتبعش حاجات هذه وما يمشيش لاتجاهات خايبة. عم ناول بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان أكد على الدوريات الأمنية المتمركزة بحث في المحيط المدرسي قدام الليسيات والمعاهد، ماذا بيك تتكرر الدوريات بالنسبة للسنة؟ أكيد الأمن ضروري في البلاد، وين نشوف الأمن نفرحه، وديما الدوريات المتكرره قدام المدارس وقدام البلايص معناتها وين يقعدوا الصغيرات في البلايص، الكل شيء يفرحنا وشيء يسعدنا ان الامن يرجع للبلاد، ونشوفوا معناتها مراقبه مستمره من الامن والسلطه لوليداتنا، فهمتني؟ طبيعي شيء يخوف، حاجه معروفه هذا هنا، لكن يرجع الى كان يرجع كما كان قبل، كل مدرسه ولا ليسي ولا معها كولاج على الاقل عاون امن ولا زوز موجودين في قدام الحدث.
حافظ يحفظ الامن ويحفظ انا خلصت. علاش انتشرت الإفة هذه بالشكل هذا الكل، علما وانه الكميات اللي تشدت هذه مش المره الاولى، بل في كل مره نسمع كميات كبيره تتشد. كل مره تسمع كميه، وكل مره تسمع جات من الناس، مش نحن برك، مش تونس برك، يعني الدول الاغلى في العالم الكل. لان هنا هو لو كان يبحثوا على المصدر منين جاي، خصوا على المصدر هنا، ربما ما عادش توصل حاجه. ولكن يلزم مكافحتها من الولي، من الاولياء، ومن التلامذه، ومن الاساتذه اللي خروا معلمين، ولا ابتدائي، ولا ثانوي، ولا كولاج، كيف كيف. يعني ترى انت انها مسؤوليه مشتركه؟ مسؤوليه الناس الكل. حاول الناس الكل تحاول هنا، لانها مسؤوليه مشتركه. ما نظنش كان واحد ولي سايب ولده زاد ما يسلش عليه، وبعد يحب علاش يصل، والا استاذ زاد يقرر يعدي وقته ويكفي هكا هو، زاد على الاقل شويه هكا تنبيه، وشويه واحد هنا، ومع الامن شويه. يعني احنا قدام سنه دراسيه جديده، انت كولي عارف دورك في النقطه هذه خاصه نتاع المخدرات معناها ولا لا؟ هذاك التربي من الاول، التربي من الاول، تربيه من الاول باش ما يوصلش الحاله هي، ونحطوا لعجل قادر على الاقل تنبه تتلها بيه تبع في هذا هنا في برشا اوقات اللي هي اللي يسموها كريز بين ساعه وساعه، على الاقل يتلها بيه شوي. نذكروا انه السنه الدراسيه اللي تعديت كانوا شدوا العديد من المروجين في المحيط المدرسي، شدوا ايضا حماصه يبيعوا في المخدرات. النقطه هذه تخوفك مسيو؟ تبيع مادام الحماصه موجوده والخدمه موجوده والمدرسه موجوده كلهم موجودين، يعني شكون باش تعرف شكون هو اللي يبيع وشكون ما يبيعش؟ على الاقل واحد ينتبه شوي.